النهاردة أول الأسبوع كان في تباين في أداء المؤشرات، ولكن الحمد لله ابتدى المؤشر يقلص من خسائره الصباحية وانتهى للمنطقة الخضراء. المؤشر الرئيسي عامل ارتفاع قدر 59%، مع دعم مؤشرات من قبل المستثمرين الأجانب. المستثمرين المصريين والعرب منتجين سياسة بيعية، كانت الفترة اللي فاتت المستثمرين الأجانب هم والمصريين منتجين سياسة بيعية، ولكن تغيرت الرؤية بالنسبة للأجانب. في أخبار جيدة، في تغيير في الحكومة، طبعا استقالة السيد رئيس الوزراء والسيد تشكيل الوزراء الجديدة بقيادة السيد وزير البترول هو رئيس الوزراء، ممكن يأتي بالسمة الإيجابي على أداء البورصة، خاصة إن في اكتشافات للغاز الفترة اللي فاتت، اكتشافات بترولية غير مسبوقة، وبتتكلم العديد من التقارير على مستوى العالم إن حقل الشروق هيعمل يعني انقلاب في موازين الطاقة في المنطقة.